أقام قسم الاستراتيجية في كلية العلوم السياسية وبالتعاون مع مركز سيتمسون من بروكسل ومركز كابو من برلين والمعهد العراقي للحوار من العراق ندوان الأمن الوطني العراقي في سياق بيئة أمنية إقليمية متغيرة الحوارات المشتركة والاستكشاف وتعزيز فرص السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار النشاطات العلمية لكلية العلوم السياسية تقيم كلية العلوم السياسية لهذا اليوم نشاط نوعي تشترك فيه مجموعة من الجامعات وتشترك فيه أيضا مجموعة من مراكز البحوث على المستوى الدولي، يعني مخصص لمناقشة وتحليل طبيعة البيئة الأمنية بالعراق وطبيعة الاستكشاف والفرص. هذا النشاط هو يتصل بطبيعة حوارات واستكشافات مستمرة كان قسم الاستراتيجية وكلية العلوم السياسية تحديدا تعقدها بشكل مستمر لكن على المستوى الداخلي، اليوم بمشاركة بعض الباحثين من دول الخارج من الأردن ومن الكويت ومن المملكة العربية السعودية وكذلك من جمهورية الإيرانية، بالإضافة إلى شركاء انضموا إلينا هم من مركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في بروكسل وكذلك مركز كاربو في برلين لمناقشة وتحليل كيف تسير الحوارات في المنطقة، كيف يمكن للجامعات ومراكز الأبحاث أن تؤدي دور جديد في إطار دبلوماسية التنسيق والحوار في منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في منطقة العراق ومحيطها الإقليمي. وهدفت الندوة التي جاءت بمشاركة خارجية عبر المنصة الإلكترونية إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه العراق. من دواعي الفخر والاعتزاز أن نحضر هذا اليوم إلى جامعة النهرين كلية العلوم السياسية ضمن هذه الندوة الدولية وبحضور طلاب كلية الحرب جامعة الدفاع للدراسات العسكرية العليا، وهذا جزء من التعاون والتنسيق والتوأمة بين المؤسسة العسكرية الأكاديمية العسكرية والجامعات المدنية، وحقيقة هذه بداية للتواصل والتنسيق لتعزيز هذه العلاقات، وهذا يندرج ضمن الاهتمام بمواضيع شتى منها بما يتعلق بالأمن الوطني العراقي وانعكاسات المتغيرات البيئية على هذا الإقليم. واليوم كان عبر الأثير أساتذة كرام من دول عربية وأجنبية، وهذا حقيقة جزء أساسي من التواصل مع هذه الدول لتعزيز أمن إقليمي بما يعزز نظرية الأمن الإقليمي مستقبلا. وجاء التأكيد على أهمية مثل هكذا ملتقيات علمية مشتركة في تعزيز الرؤى البناءة بين العراق ودول الجوار، والإشارة إلى ضرورة العمل على مؤسسة هذا العمل المشترك. أمير غازي، جامعة النهرين.